السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر يعينك على قيام الليل: أولا تدعو الله جل وعلا أن يوفقك لقيام الليل، ثانيا أن تبيت ناويا قيام الليل صادقا من قلبك، ثالثا أن تخفف من العشاء، رابعا أن تقلل بل أن تترك المعاصي في النهار. قال رجل الحسن البصري: أبيت معافا وأجهز طهوري ولا أستيقظ لقيام الليل. قال: قيدتك ذنوبك. خامسا أن تبدأ بعد العشاء تصلي 4 ركعات قبل النوم، نصف قيام الليل، فإذا استيقظت قبل الفجر صلي 4 الأخرى ثم الشفع والوتر، ثم تقرأ كتابا في فضل قيام الليل ليحثك على القيام، لأن الإنسان إذا شعر بالفضائل اشتاق إليها وهانت عليه الصعوبات، مثل كتاب رهبان الليل للدكتور سيد حسين العفاني، أو فضل قيام الليل في طريق في رياض الصالحين، أو فضل قيام الليل في طريق الصالحين إلى رب العالمين، أو نحو ذلك من الكتب التي تتكلم عن قيام الليل. وهناك رسالة بعنوان الأمور الميسرة لقيام الليل للعبد الفقير. وفقنا الله وإياكم لقيام الليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.